حضراتكم مرة تانية وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنستعرض فيها مع حضراتكم أهم الأخبار والحوارات والمقالات والتحقيقات المختلفة من الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة. هيشاركنا النهاردة في قراءة أهم عناوين الصحف الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الفل على حضرتك أستاذ محمود، منورنا في صباح البلد. صباح الفل عليك وعلى السادة المشاهدين الأعزاء. أستاذ محمود، اسمح لي نبدأ مع حضرتك بأول خبر، وهنبتدي بالملف الاقتصادي. امبارح إعلان صندوق النقد الدولي عن اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق الاستعداد الائتماني، واللي بتصل مدته ل 12 شهر، واللي بموجبه بتحصل مصر على نحو مليار و700 مليون دولار، وهي الشريحة الثالثة والأخيرة. وأشار الصندوق إن إجمالي وحدات حقوق السحب الخاصة بمصر بلغت في الحصة الأخيرة 5 مليار و400 مليون دولار. اسمح لي أستاذ محمود، بيان صندوق النقد الدولي أكد أن الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا. إيه هي الرسالة من وجهة نظر حضرتك اللي الصندوق وصلها للمستثمرين، وتأثير ذلك على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر؟ طبعا هي في الأساس رسالة ثقة. الحقيقة الاقتصاد المصري من الاقتصادات اللي قدرت تصمد أمام تداعيات كورونا. رغم انه الاقتصاد المصري ما هوش الاقتصاد يعني الكبير والعظيم قوي، يعني هو اقتصاد برضو، احنا في النهايه دوله مرت بمجموعه من الازمات جعلت من قدرتها على تحمل الاعباء الماليه المفروض انه صغير. فالحقيقه يعني سبحان الله الامور خدت منحى تاني خالص، وفي الوقت اللي عانت فيه دول زي امريكا وزي كل دول العالم بما فيها الدول العظمى والاقتصادات العظمى، حتى مجموعه ال20 نفسها اللي هي اكبر اقتصادات في العالم عانت معاناه غير مسبوقه. دول الاتحاد الاوروبي كمان ما بقول لحضرتك، يعني الحقيقه عانوا معاناه غير مسبوقه بسبب تداعيات كورونا، لان القضيه كانت يعني مساله توقف ماكينات الانتاج عن العمل، مساله انه الاعباء الاضافيه للرعايه الصحيه وكذا، كل ده طبعا ادى الى حاله غير مسبوقه من التدهور الاقتصادي، خشي منه ان ندخل في ازمه اقتصاديه ربما تكون على غرار الازمه الاقتصاديه العمليه بتاعه 2008 او حتى بتاعه سنه 29. الحقيقه الاقتصاد المصري من الاقتصادات النادره جدا اللي نجت من هذه الازمه. ليه؟ لان احنا ماشيين بنمط اقتصادي يتيح تقبل تلك الصدمات. والحقيقه اداره الرئيس السيسي استطاعت ان تقدم مجموعه من الخطط والخطط البديله اللي تقدر تتجاوز تلك الصدمات بما لا يؤثر بشكل قاتل او مرضي حتى على الاقتصاد. عشان كده كانت شهاده البنك الدولي الحقيقه شهاده قويه جدا، قالوا ان مصر استطاعت ان تتجاوز كل التداعيات التي فرضت بسبب جائحة كورونا واستطاعت أن تكون صامدة. وخدي بالك المؤسسات الدولية، أعزائنا المشاهدين نوضح الصورة دي، المؤسسات المالية دي لا بتجامل ولا بتقول كلام يعني بس عشان يعني نوع من الكمبلمو السياسي أو تجميل، لا غير خالص. هي الناس بتعمل مراجعة بالظبط كده زي كده ما نقول بالبلدي كده لما حد بيجي يسلف حد، إذا ما كانش عارف أنه هيرد مش هيسلف. مظبوط. المؤسسات الدولية دي كمان عندها شرايح، انت اكتست الشريحة الأولى بتديك الشريحة الثانية، اكتست الشريحة الثانية بتديك الشريحة الثالثة. الملاءة المالية دي كلها بلغت 5.4 مليار دولار، ودي على فكرة يعني مبلغ ضخم في يعني وفقا لسياسات هذه المؤسسات المالية الدولية. فالحقيقة ده تأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي، اقتصاد فيه بيئة استثمارية مواتية، اقتصاد فيه مناخ ملائم جدا لرؤوس الأموال أن تدخل، جاذب لرؤوس الأموال، وبالتالي إن شاء الله بعد هذه المراجعة الأخيرة تكون الشهادة النهائية سك الثقة اللامحدود سيكون في الاقتصاد المصري، وذلك لسببين رئيسيين. السبب الأول هو الخطة الحكومية والإدارة العظيمة جدا للرئيس السيسي وفريق عمله المالي. الحاجة الثانية
اللي هي بقى الجبهة الداخلية، إن الشعب المصري الحقيقة تحمل عبء الإصلاح الاقتصادي صابرا متحمسا راغبا في المزيد من التنمية والرخاء. لذلك الحقيقة هذا التكامل الجميل، ودي من الحاجات برضو الملاحظات اللي وردت في صندوق النقد الدولي، إنه الشعب المصري أيضا كان له عليه عامل مهم جدا طبعاً وساهم في نجاح الخطة المالية المصرية. إن شاء الله بقى يعني الخير جاي بعد نستكمل بإذن الله برنامج الإصلاح الاقتصادي. طب اسمح لي يا أستاذ محمود، مع السادة المشاهدين ننتقل للكلمة اللي ألقاها أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول جائحة كورونا، وده خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي. رئيس الوزراء أكد أن مصر مستعدة لتسخير إمكاناتها لمساندة مبادرة الشراكة من أجل تصنيع لقاح كورونا في أفريقيا، وأهمية تعزيز جهود القارة الأفريقية في مجال الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذلك أهمية المساندة الدولية لجهود القارة الأفريقية في مجال التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة على دولنا. هنا لينا أكتر من وقفة أستاذ محمود. أولا، مصر من الدول القلائل الأوائل اللي وفرت اللقاح بكميات كبيرة في وقت كانت الدول بتتصارع على اللقاح، ده في المقام الأول. ثم المقام الثاني أخذت خطوة استباقية بتصنيع لقاح كورونا داخل مصر. حياتك شايف تقييم تجربة اللقاحات في مصر وتوفيرها بشكل كبير؟ شوفي، هو الميزة الكبيرة للنظام المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرين مهمين جدا. أولا، هو عدم المفاجأة من الأزمات. يعني احنا كده، هو الرجل قائد عسكري وفريقه الحقيقة غاية في الروعة، ما بيتصدموش من أي أزمة عكس العالم. يعني أنا كنت طبعا بتابع عن كثب الحالة النفسية لزعماء العالم بسبب جائحة كورونا، الجميع مرعوب والجميع يتعامل مع الأمر على أنه يعني لا، ومش بس مفاجأة، أنه كارثة يعني 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 لا توجد خطط لها. إنما النظام المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني برعاية الله وب يعني صبر الشعب المصري وبقوة الرئيس السيسي وشخصيته القيادية التي جعلت من الناس تستطيع استيعاب أي شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن هناك لا توجد خطة واحدة للتعامل مع الأمر، وإنما مجموعة خطط، خطة وخطة بديلة زي أي تخطيط. احنا من يعني القيادة السياسية بتعتبر ان اي أزمة هي عبارة عن حرب لها خطة وخطة بديلة ويجب الانتصار فيها. وعندك جيش العاملين وجيش الصابرين اللي هم الشعب المصري. الحقيقة هذا التكامل الغير مسبوق سواء في مصر نفسها او في دول العالم جعل من جائحة كورونا ان تمر في اطار كوميدي، ان الناس بدل ما تزعل وتتضايق وتترعب خرجت النكات وخرجت يعني الكلام، تحس ان الناس مش في أزمة ولا حاجة، الناس بتتعامل مع الموضوع على انه شيء يعني يعني عارف طبيعة الشعب المصري. دي طبيعة الشعب المصري طبعا. والحقيقة طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بشكل عام استطاعت ان تقدم حلول ناجزة وناجعة لهذه الأزمة، خففت من وطأتها وخففت من أثرها وتمكنت من التغلب عليها. زي استيراد الأمر اللقاحات طبعا. الأمر اللي جعل من مصر مش مجرد دولة بتتعامل مع أزمة، لا، دي دولة بتصدر خطة إدارة أو نموذج زي ما حضرتك بتقولي كده، نموذج إدارة الأزمة حتى للدول الكبرى وخاصة للدول الأفريقية. مصر في عهد الرئيس السيسي بتتعامل كدولة زعيمة وزعيمة بجد، محورية زعيمة لا يعني مش بس محورية، هي مصر دولة محورية بالفعل بطبيعة التاريخ والجغرافيا أكيد. إنما دولة زعيمة، دولة تقود مجتمع، دولة تقدم الحلول، دولة تتعامل على أنها القوة التي يجب أن ينظر إليها كنموذج حتى يمكن تجاوز الأزمات. ومش مجرد بقى كلام ومش مجرد إعلام أجوف ومش لا، ده احنا بنتكلم وبنتصرف على الارض. عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنه اللي راس فيها الاتحاد الافريقي كان هناك حضور غير
المسبوق لمصر ولا المبادرات المصريه ولا القيمه المصريه العاليه في اداره الازمات، وما زال يعني انا بكمل ان هو حتى بعد ما ترك الرئاسه الدوريه للقمه ياتي مثلا الرئيس تشيسكيدي وهو من الاصدقاء لمصر ويتشاور مع الرئيس في الصغير والكبير. الحضور المصري والبهاء المصري يزداد يوما بعد يوم، لانك في النهايه مش مجرد بتتكلمي، لا ده انت بتتكلمي وبتعملي خطوات تنفيذيه على الارض. فالحقيقه ما تقدم به طبعا الدكتور مصطفى مدبولي نيابه، هو القى الكلمه نيابه عن الرئيس السيسي ببعض الحلول في مساله انتاج اللقاح، لانه في النهايه لا يجب ابدا ان نظل خاضعين لرغبات المنتجين الاصليين، ولا يجب ان نظل متلقين للخدمه، وانما نحن نصنع وننتج ونصدر. طيب خلينا ننتقل لأزمة الحقيقة كانت يعني شفناها بشكل كبير الفترة اللي فاتت. امبارح شهدت أزمة السفينة البنمية إيفر جيفن اللي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس في شهر أبريل الماضي، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات القليلة الماضية، وده فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك. التطورات بتشير إلى حدوث انفراجة وقرب توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب. قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك حل مبدئي أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرا إلى الإعلان عنه في منتصف الأسبوع المقبل. حضرتك إزاي تابعت الأزمة السفينة البنمية، خاصة وإن الفريق أسامة ربيع قال إن خلال إن شاء الله الأسبوع المقبل سيتم انفراجة كبيرة؟ من بداية الأزمة كيف تبعت هذه الأزمة إلى الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ يعني الحقيقة أنا زي ما قلت في كلامي، مسألة إدارة الأزمات في مصر لم يعد مجرد حديث. احنا درسنا علم إدارة الأزمات في أكاديمية ناصر العسكرية الحقيقة، هذه القلعة العظيمة، وعندما يعني تلقينا هذا العلم تأكدنا أن مصر لم تعد مجرد متلقي لنظريات هذا العلم، وإنما مبدعة فيه، وأصبحنا أساتذة على الأرض. لأن إدارة الأزمات مش مسألة أنك تحطي خطة، لا، تنفيذ هذه الخطة. وإدارة أزمة السفينة إيفر جيفن الحقيقة منذ بدايتها في أبريل الماضي، سواء يعني التخلص من الكارثة التي كانت تحدق بالاقتصاد العالمي وليس بمصر، مصر في خسائر بالتاكيد عشان موضوع أكيد. توقف القناه، انما بالاقتصاد العالمي كله باعتبار ان شريان قناه السويس هو شريان الحياه بالنسبه للعالم وبالنسبه للتجاره العالميه. وعندما انتهى الامر في هذه القليله وبحضور الرئيس السيسي نفسه ليعلن انتهاء الازمه، رغم انه كان المتوقع ان تستمر اسابيع وربما أشهر. احنا في كام يوم بسم الله ما شاء الله الموضوع خلص وبشكل في منتهى الرقي وبامكانيات مصريه 100%. هذا بدايه اداره الازمه، التخلص من الكارثه. موضوع بقى التعامل مع الاثار والتوابع للكارثه جرى بشكل، مصر دائما كدولة قائدة وزعيمة تحرص على أمرين، أولا ألا تتنازل عن حقوقها، الأمر الثاني ألا تغضب الأصدقاء وأن يكون هناك مراعاة. تم التعامل مع ملاك السفينة وطرحت العديد من الحلول، أولها أن يتم تخفيض التعويضات من 916 مليون دولار إلى 540 أعتقد أو 540 مليون دولار، يعني تقريبا 40%. طب يا جماعة ادفعوا، طيب إحنا هنقسم لكم الدفع، ادفعوا 200 مليون دولار الأول والباقي بتسهيلات ائتمانية من البنوك اللي هي فئة إيه، ودي أمر برضه الناس طلعت المسألة بالنسبة لهم صعبة. حاولت أطراف تتدخل على الأزمة، أطراف داخلية للأسف بشكل عدائي مع الموضوع، لأنه يعني في خسائر كبيرة، ولكن الإدارة المصرية كانت حكيمة جدا، قالوا لا يمكن لأي طرف أن يتدخل بالمطالبة بتعويضات إلا قناة السويس كهيئة صاحبة حق أصيل في الموضوع. والسفينة ملاك السفينة رغم أنهم حاولوا يحدثوا أزمات للتهرب في النهاية برضو، إنما أنت تملك الأدوات. قلت لهم لا، ده أنت عندك مخالفة كذا وعندك مخالفة كذا، وإحنا ما حسبناكش على دول، هنحاسبك بقى على الأساس. فالحقيقة التعامل المصري جعل من ملاك السفينة خاضعين تماما للرؤية المصرية ومنفذين لها، وإن شاء الله يمكن الاثنين أو الثلاث في تفاصيل طبعا ولكن غير معلنة لحل هذه الأزمة، وهي أزمة يتابعها العالم أجمع بالمناسبة وليس مصر فقط.
اكيد مصر يعني زي ما حضرتك بتقول بتضرب نموذج جيد في اداره كل الازمات. خلينا ننتقل لخبر اخر استاذ محمود. استردت مصر 114 قطعه اثريه مصريه تم نهبها من الداخل وتهريبها لفرنسا. هي قطع لا تقدر بثمن لما تحمله من قيمه فنيه وتاريخيه كبيره جدا. الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار واحد اعضاء الوفد المرافق للنائب العام في فرنسا كشف عن أهم القطع الأثرية اللي تم استردها وأكد أن القطعة من الآثار المصرية القديمة اللي بتعود لحقب مختلفة. بتضم قطع بتعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة المصرية الوسطى ووصول القطع للدولة المصرية الحديثة حتى العصور المتأخرة. كشف الدكتور مصطفى وزيري عن قطعة أثرية من أروع وأندر القطع بين المجموعة اللي تم استردادها وهي عبارة عن تمثال فريد من نوعه للملك منحطب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة سيد عدالة رع. خليني أسأل حضرتك هنا أستاذ محمود، بتشوف الخطوات المصرية الآن في الاهتمام بأثارنا المصرية سواء في الداخل أو الخارج وقضية أيضا استرداد الأثار المصرية اللي يمكن ما شفناهاش في عصور كتير قبل كده؟ شوفي طبعا قضية الآثار قضية كبيرة جدا. انت بتتكلمي عن احنا بنقول ان الآثار دي لا تقدر بالثمن، ولكن هي عندهم الحقيقة بتترجم لأموال وتترجم لمليارات الدولارات. وطبعا اي نشاط اقتصادي ايا كان بقى، اذا كان نشاط رسمي او غير شرعي، بتديروا مافيات عالمية. المسألة مش أشخاص ولا حتى دول، لا دي مافيات لها أطراف عديدة جدا. الحقيقة في بعض لحظات الهشاشة سواء الأمنية أو لحظات الهشاشة السياسية التي كانت تمر بها مصر، كان هذا المناخ ملائما جدا لارتكاب مثل هذه الجرائم. والناس بتتساءل الله، طب كونتينر فيه يعني ده انت بتتكلم على عمارة، طب ازاي العمارة دي خرجت من مصر؟ لا، الناس دي لها أساليب، لأن المافيات لا تعدم الوسيلة، كما تكسب مليارات الدولار المليارات الدولارات تدفع ملايين الدولارات حتى يتم تهريب. تسهيل ذلك. القضية مش في التهريب، انت ارتكب الجريمة زي ما انت عايز، انما لن تفلت بعد الآن من هذه الجرائم. وحتى ما سبق ان تم تهريبه من مصر سواء من خلال أشخاص أو من خلال مجموعات أو كذا، لا يمكن أبدا. كلما لأنه دلوقتي المسألة، شوفي أحد الميزات الكبيرة في نظام الرئيس السيسي أنه رجل يحصر كل شيء تملكه مصر ولن يفلت أي شيء من العقاب. إحنا نملك ثروات تم تهريبها في عصور، مش النهارده ولا امبارح، ده من عقود ماضية. ولكن عندما يتم، طب يا جماعة الحتة دي مصيرها ايه؟ بتحصل عملية تتبع. يعني المسألة ده برضو جزء من إدارة الأزمة على فكرة. يعني انت برضو أصبحتي تمارسي علم إدارة الأزمات في كل شيء، حتى في أمور زي دي. انت عارفة ده سراب، مسألة تهريب الآثار دي مسألة سراب عشان تحصري وبعد كده تتبعي وبعد كده تشوفي الوصل. دي مسألة من الصعبة جدا، ولكن لأن انت بتستخدمي أسلوب علمي في إدارة الأزمات بشكل عام بما فيها هذه الأزمة الكبيرة التي تحصل، ده فلوس مصر وملك مصر. لذلك تجدي النتائج مبهرة. والحقيقة أنا متابع بشكل كويس جدا ما يجري من استرداد للآثار المصرية أو الكنوز المصرية. المسألة كلمة آثار يمكن الناس ما تاخدش بالها، لأن الآثار موجودة عندنا في كل حتة يعني. فتفكر الآثار دي، لا دي كنوز بمعنى كلمة كنوز. والدولة المصرية حريصة على ألا يفلت حق أبدا وألا يضيع حق لها سواء في قطاع الآثار أو أي قطاع. يعني إن شاء الله يكون عندنا أمل كمان الفترة الجاية مصر تسترد بقوتها دلوقتي كل الآثار المصرية المهربة من الخارج. خلينا ننتقل لخبر آخر وهو ليه علاقة بملف أزمة سد النهضة الإثيوبي. استنكر وزير الري السوداني ياسر عباس اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة لحل أزمة سد النهضة، وقال إنه أمر مثار دهشة، وقال كمان إنه اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة هو أمر مثير للدهشة بالنسبة للخرطوم، وإن الاتحاد الأفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة. وعن إثيوبيا، فرفضت الخارجية الإثيوبية المطلب السوداني بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة نزاع حول سد النهضة. وقالت الوزارة في بيان أن أديس أبابا لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن. على مدار شهور وعلى مدار سنوات
نجد مماطلة واستمرار في المماطلة من الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة. كيف ترى هذا الملف في إطار حرص مصر والسودان على اللجوء للمفاوضات الدبلوماسية وصعيد الأمر لمجلس الأمن؟ شوف يعني يمكن ببص لملف سد النهضة من وجهة نظر تانية، ويجب أنه يعني الحقيقة دي أمنية ورغبة بوجهها لكل أهلنا في مصر وكل المتابعين. أمرين مهمين جدا، أولا أن تثق في القيادة السياسية، لأن دي أزمة من الأزمات المصيرية في مصر، فما ينفعش أبدا كل واحد الله هم ما بيضربوش ليه، هم يعني شوف الأمور لا تقاس بهذا الشكل. هناك نمط من العلاقات الدولية تدير مصر سلة علاقات غير مسبوقة الحقيقة، وطريقة في إدارة هذه العلاقات بأكبر مكاسب ممكنة وأقل خسائر ممكنة. فخلوا الناس تشتغل، مش كل واحد يعني مش كلنا خبرة في مسألة هي دي أنت تتعامل معها لأنها أزمة حق مسلوب أو حق ضائع. هل ضاع حق للمصريين في عهد الرئيس السيسي؟ هو ده السؤال. الناس أنا ببص الأزمة من وجهة النظر دي. وجهة نظر أخرى، أنني كلما زاد تعنت أبي أحمد وإدارته أتأكد أنه أزمته هو الشخصية تزيد، لأنه هذا الملف ورقة رابحة جدا بالنسبة لأبي أحمد حتى يدير كل هذه الكوارث التي تعاني منها أثيوبيا. أثيوبيا الحقيقة وإن كانت دولة حققت معدلات نمو في وقت معين وأصبحت من الدول وأصبحت مقر للاتحاد الأفريقي وأصبحت من الدول التي لها يعني حضور في يعني سجلات التنمية وغير ذلك، إلا أن أثيوبيا طبيعة تكوينها الديموغرافي وطبيعة تكوينها السكاني وطبيعة تكوينها العرقي تجعل منها برميل بارود قابل دائما للاشتعال، جاهز للاشتعال. لذلك لا توجد قضية وطنية محددة يستطيع أبي أحمد وفريقه الذي يعاني من عدم الشرعية. على فكرة وأبي أحمد حتى رئيس وزراء غير شرعي حتى الآن، لم يأخذ الشرعية الشعبية حتى الآن لأنه جه في ظروف معروفة تاريخيا للجميع ولم يأخذ الشرعية النهائية. لذلك هو يبحث عن قضية يلتف حوله الشعب بالكامل بكل قوميات وعرقات. انت بتتكلمي عن 180 عرقية، بتتكلمي عن مسائل يمكن ان تؤدي الى حروب اهليه، وبالفعل في التجراي حرب اهليه دلوقتي. طب في ظل المماطله استاذ محمود اسمح لي، في ظل المماطله المستمره من جانب الاثيوبي، حضرتك شايف ان مجلس الامن ممكن يكون ليه دور قوي في حل هذه الازمه؟ شوفي هو عشان عارف ان ممكن مجلس الامن يحل المساله فبيقول نحن نرفض الوساطه الدوليه. احنا يجب ان نحترم وساطه الاتحاد. طب انت احترمت وساطه الاتحاد الافريقي؟ طيب انت بالظبط عامل زي كده ما يكون حد واقف عندك ازمه انا تدخلي حد من الجيران يقول لك لا، طب حد من لا، طب نجيب الشرطه لا، طب يا سيدي طب حل انت لا، طب سيادتك شايف ايه؟ لانه ما عندوش رؤيه. عارفه هو لو عنده رؤيه، يعني شوف الفرق بين الموقف المصري والسوداني والموقف الاثيوبي. احنا بنقدم رؤيه ورؤى اخرى مختلفه وحلول. هو حتى الان لم يقدم اي رؤيه تحظى بالقبول لا على الصعيد المصري والسوداني ولا على الصعيد الدولي. انت بتتكلم في مساله كما قال الرئيس مساله حياه او موت، قضيه وجود بالنسبه لمصر. خدي بالك احنا لسه ما رسمناش خط احمر لغايه دلوقتي، خلي الناس برضو تبقى فاهمه. احنا لما الرئيس السيسي هيقول ده خط احمر يبقى انت المساله انتهت. انما هو الحقيقه الرئيس السيسي بيتميز بنفس طويل جدا، وهو يعني يريد ان يحصل على المكسب الذي يريده ولكن باقل خسائر ممكنه ودون اللجوء الى النزاع، لانه صاحب مبادره اسكات البنادق. كيف يمكن ان تطرح مبادره لاسكات البنادق ووقف نزيف الدماء ومبادره للتنميه والسلام في افريقيا وتكون انت يعني بادئ بالحرب؟ هي منظومه. لكن دعينا نؤكد انه الثقه في القياده السياسيه والثقه في القدره المصريه على اداره الازمات هذا يجعل الناس تستريح بعض الشيء وتعلم أن هذه الأزمة في نهايتها لها حل، وحل يرضينا ولا يأخذ ولو يعني سنتي واحد من حقوقنا إن شاء الله. طيب هنختتم جولتنا النهاردة في قراءة عناوين الصحافة أستاذ محمود بخبر عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هينطلق خلال الفترة من 30 يونيو لحد 15 يوليو المقبل في دورته 52، واللي بتأتي تحت شعار في القراءة حياة. النهاردة بالفعل هيبدأ الناشرون المشاركون في المعرض تجهيز الأجنحة الخاصة للعرض استعدادا لاستقبال الجمهور
البداية من يوم الخميس الجاي، وده طبعا بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. طبعا احنا متعودين ان معرض القاهرة الدولي للكتاب بيكون في شهر يناير من كل سنة، ولكن في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها وجائحة فيروس كورونا تم تأجيله لشهر يونيو. حضرتك شايف المرة دي أول مرة يقام المعرض في الصيف، شايف يعني متوقع الإقبال هيكون عامل إزاي في ظل طبعا كل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا؟ شوفي أنا بصص لموضوع معرض الكتاب ده على أنه جزء من العظمة المصرية. طبعا انت بتكلمي عن حدث عمره 52 سنه مظبوط، واحنا من الثمانينات، يعني انا برضو راجل قديم شويه، فمن الثمانينات كنا بنعتبر معرض الكتاب ده عرس، كنا نروح كده زي ما كنا رايحين فرح. وما زال يعني اخر مره رحنا الحقيقه حسيت برغم نقل المكان ورغم الناس قالت لك المكان بعيد ورغم ان هو، انما تروحي برضو تحسي الناس رايحه، وده شيء على فكره جزء من تكوين الشخصيه المصريه. رغم كل التحذيرات من كورونا ورغم كل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ من موضوع الكيم والحاجات اللي ممكن تضايق الناس دي ورغم بعد المكان، إلا أنه الشعب المصري، شوفي إحنا عاملين الله طب يا جماعة ده كان بيتعمل في يناير، طب هو ما تعملش كما لو كان أزمة يا جماعة، ده العالم كله قافل، ده في دول قافلة على نفسها بتقول ما فيش طيران. أنت بتتكلم عن 1218 ناشر، شوفي بقى 1218 ناشر عندهم كم موظف وعندهم كم عامل وفريقك أنت نفسه والملايين اللي هتيجي تحضر، ومع ذلك الشعب المصري بالكوميديا بتاعته الجميلة وبالروح بتاعته الجميلة يا جماعة فين معرض الكتاب مع أن كل الدنيا مقفولة. مزبوط. فالحقيقة أنا بنظر لهذا الحدث لأنه جزء من أصبح جزء من الشخصية المصرية. بتتكلمي عن حدث عمره أكبر من عمر دول 52 سنة، وبتتكلمي عن حدث يشارك فيه ملايين البشر، الأسر كلها بتستعد أصلا. أنا بعمل كده، أنا بعمل كده، كلنا بناخد أولادنا وبنروح وبناخد كل واحد عارف رايح فين وهيعمل إيه. وبالتالي إذا هذا عرس، وكانت مصر حريصة كل الحرص على ألا يتم تكدير صفو هذا العرس، وإن شاء الله أنا أتوقع لهذا المعرض نجاح غير مسبوق لأن مستنيه على شوق، وإحنا كنا بنروحه في عز الشتاء في يناير ومع ذلك كنا بنروح بالملايين، فبالك بقى ده صيف وأجازات كل الناس تكون خلصت امتحانات وكل الناس خارجة بتعتبره كنزهة، ونزهة ثقافية، وخاصة في ظل المبادرة الجميلة اللي عاملينها الأصدقاء في وزارة الثقافة وهي القراءة، لأنه إحنا فعلاً يعني من الحاجات اللي يجب أن نكرسها خلال المرحلة القادمة هي القراءة. الإنسان الذي يعرف لا تخافي عليها أبدا، الشعب المصري ما تخافش عليه، بس لو عرف زيادة وقرأ زيادة صدقيني هيفرق كتير قوي، وتعامله وردود أفعاله مع كثير من القضايا هتختلف أكيد طبعا. وبالعلم والمعرفة دايما بنقول بتحيا الأوطان طبعا. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نورتنا يا فندم وأسعدتنا بمشاركة حضرتك النهاردة في قراءة أهم عناوين الصحافة. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا ولكن بعد هذا الفاصل.